البيت والدكة والمصاري الكاش، شو كمان؟ بيت ودكان ومصاري. ميمي تذكري يا ربي شو دار؟ البيت مصاري دكان ثلاثة. لا لسه في اشياء. البيت والدكان والمصاري. ايه الغراض. بيت دكان مصاري والغراض. شو ضل؟ شو ضل يا ميمي شو ضل؟ بس هدول؟ لا لسه في. شو ضل شو ضل؟ بيت ودكان ومصاري والغراض يتوزعوا. ايه يمكن هدول هم. أكيد في شي نسيانته. حلو فستاني؟ طبعا حلو. شو رأيك قولي لي بشرفك؟ كازوزي؟ شو اللون؟ كازوزي؟ حدا بيقول كازوزي؟ مجنونة أنت. برتقالي. برتقالي؟ إيه شوي تعني تغني لي شو هيك؟ يا البرتقالة يا البرتقالة. أيوة خلاص أيوة. خلاص مجال عالي ينبسط. خلاص ما بدي شوف سكربينتي. بلا تطلعي ليكي شوفي لك حلوة. خلاص ماني رايقة ليكي شوفي لك شوفي مية من خلقتي. يا علينا شو كل شغلة لازم أعزمكم عزيمة لحتى تقولوا لي على القطعة إذا حلوة ولا لا. حلوة بتطير العقل. والله حلوة بتطير العقل. كم مرة بدي أقولها؟ بس عن جد مزاجي خالص اليوم. وشو عم تكتبي يا زعرة؟ رسالة غرام؟ هذا الشكل تبع غرام هلا؟ طيب شو رأيك تشيلي لي هالدفتر والقلم؟ بدي أقعد إذا بتريدي. إيه قعدي. أساساً أنا بدي أحكي لك. عم تجمع شو علي مصاري؟ يعني بدي أخذه من بيت أهلي. ليش لسه لهلا ما تحصصتي أنت وأهلي؟ لهلا كل ما بقول لأخي هيك إنه بيقول لي شو هي تبع قرص؟ حرص؟ حرص، إيه حرص قرص. بدي ضل أعلمك؟ حصر إرس وليا حرص إرس حرص حصر لا. حصر حصر سويتي. نعم اللي قلتيها لسه ما صارت. لازم تقولي حصر إرس. لك عن جد خلاص قولي. متضايقة خلاص ماني قادرة قولي. شو حصر إرس؟ ها حرص حصر معه شو مخي اسمي؟ خلاص ايه مخي اسمي. ما عم بقدر ركز انا لا اتذكر شو علي. ما عم بقدر خلاص خلاص ما عم يعطوني. المهم ما عم يعمل هذا القرص مدري شو يجمعوا المصاري يعني. وكل مرة بيطلع لي بتفنجة جديدة. ما عم بعرف شو أعمل. ليش شو قال لك؟ بيقول لي إنه شو بدك؟ ليش تاخدي هلا حصتك من بيت أهلك؟ وأنا عن جد مالي حدا ما بعرف وين روح ولا مين إشي وشو أعمل؟ شو بدك تعملي؟ لازم تعملي شيء. شو هالجنان؟ شو أعمل؟ هاتي لأشوف. كل مرة بحكي له نفس القصة وهو بيرد لي إنه معقول رح تاخدي حصتك؟ معقول؟ يا عبي شو معليكي؟ بسمعني كلام مقول. طبعا حبيبتي عم يرش لك انبز. هذا ما بده يعطيك المصاري عم يضحك عليكي. صح. ومره قلت له وين المصاري اللي تبع الدكانه؟ قال لي الدكانه عم تخسر ومدري شو من هذا الحكي. اي بيعه. قلت له بيعه كرمال الله. بتعرفي شو قال لي؟ شو قال لي؟ ما راح بيعه وانت وحده قليله اصل انه بدك تطلعينا برا بالشارع والزتينه. وانا مو هيك والله مو هيك. انا بس بدي حقي. لا ما على هالحكي اذا صحيح. ليش هيك عم يعملوا فيكي اخواتك؟ لسه ما شفتي شيء. انت لو بتعرفي اخي الثاني شو سمعني كلام. شو قال؟ قال لي بالمشربحي ايه؟ مالك حق عنا. لا لا حق ولا باطل اصلا. انت عن جد عم تحكي؟ وخلاني ابكي كثير وانقهر. يا ليش هيك عم يعملوا معك اهلك؟ بس انت لازم تطالبي بحق. ما بصير هذا الشيء. ما بعرف شو عم. كل مره بيقول لي تفنجه جديده.
خلص انا يئستي قست عن جد. ما بصير تيأسي، انت لازم تطالبي بحقك لو من مين ما كان، ما بصير تسكتي. شو هجنا؟ بدي ضل علمك؟ بتعرفي شو فكرت؟ شو؟ وكل محامي يكون بيفهم هاي القضايا، شو رأيك؟ طبعا لازم توكلي محامي. انت ابوك قد ايه له متوفي؟ يعني مع هاي السنه صاروا 6 سنين. الله يرحمه، العمر إلك حبيبتي. ايش يا حبيبتي، من 6 سنين لهلا يا زكية ما وكلتي محامي؟ لحظة لزقف لك على الذكر. عن جد مو متحملة القصة. شو اللي مو متحملة؟ شو اللي مو متحمل؟ ما بصير. شايفتيني كيف متنوترة متضايقة كمان؟ خلاص ما وكلت محامي. حبيبتي انت لازم تعملي مثلي، ما لازم تسكتي عن حقك ولا يوم ولا دقيقة ولا ثانية. شو عملتي؟ من وقت توفى بابا بعد كم يوم جمعت اخواتي وقعدنا تناقشنا وحكينا. قلت لهم لكم حبيباتي لازم نحن نعمل حصر ارث ولازم نتقاسم كل شيء وكل واحد ياخذ حقه بالتراضي، ما بدنا يصير مشاكل بيناتنا. وقبلوا معي؟ طبعا بدهم يقبلوا. ليش لحتى ما يقبلوا حبيبتي؟ إيه إذا يعني كل واحد بده ياخذ حقه، ليش لحتى يزعلوا؟ عن جد نيالي بس قصتك غير قصتي، عن جد. إيه بس أنتي أحسن مني. شلون دخلك؟ شلون أحسن؟ هاتي لشوف، فهميني. حبيبتي أنتي على الأقل حقك مع إخواتك، يعني إيمت ما كان فيكي تاخدي، مو مثل ما صار فيني. ليش شو صار؟ إيه شو صار؟ يا حسرتي على حالي، ما راح علينا كل شيء. شلون بقى؟ بابا قبل ما يتوفى كاتب كل شيء لمرت ابي. عم تمزحي؟ ايه لكن حبيبتي. ايه بس هو معه مصاري كثير، انا هيك بعرف. لا مو كثير، لا كثير تتفائلي. وكلهم راحوا؟ راحوا، ما ضل له شيء يا حسره غير هالكفن اللي نزل فيه. هلا دخلك هو شو كان يعني له باسمه؟ كان عنده يا ستي دكانه صغيره وارض صغيره وبيت. كله راح؟ كله راح. قال كنا على اساس انه اذا وقت توفى وطلع لنا شيء بنرحم من اجار هالبيوت. الله يصلحه على عمله. طيب تفاجئنا انه مسجل كل شيء باسم مرت ابي واولادها وراح علينا كل شيء. شو عم تحكي؟ اي والله. معقول؟ اي شو هاد؟ ليكي انتوا سامحتوه؟ هلا اذا قلت لك ما سامحنا كون كذابه، نحن سامحنا بس مو من قلبنا. تعرفي شو؟ عن جد الله بكره بالنار حيحرقوا. حبيبتي اللي بده يعمل شغله مو منيحه ما بيفكر لا بالجنه ولا بالنار، انا هيك بعرف. صح، اللي بيعمل هيك عمله ما عاد فارق معه حدا. معك حق والله. اخ على هالدنيا، اصلا المصاري هي السبب. ايوه. بتعرفي شو؟ خلص انا حوكل محامي. انت عن جد عم تحكي؟ لازم توكلي محامي. لا تعملي مثلنا، ولازم تسألوا إذا أبوكي متجوز على أمك أو في مرة تانية، بلكي طلع مسجل لك كل شيء مثل ما صار فينا، لأنه من وقت ما سجل لك كل شيء، بعدين نحن حسينا إنه هي ليش كانت عم تعمل مشاكل معانا لهي الدرجة، كل يوم مشكلة، كل يوم مشكلة. أوف كلها؟ لكن حبيبتي، لأنه بعد ما طلق أمي وكم شهر لسه ما لحقها طق جوازي وراح كاتب لك كل شيء باسمها قبل ما يتوفى بشوي. هلا فهمت. لأنه الإنسان حبيبتي لما بده يكره أو لما بيبطل يحب حدا ما عاد بيسأل عليه، حتى لو كان عنده أولاد ما عاد بيسأل عليه، راح زتنا مثل الكلاب بالشوارع. أقولك هيك إخواتي راح يعملوا؟ يزتوني برا مو؟ ما بتعرفي ممكن هيك يعملوا. خلص خلص. بقى أنت مشان هيك حبيبتي لازم تلحقي حالك وتعملي أي شيء. خلص أنا من بكرة راح وكل محامي يفهم، بس بتطول هي الشغلة؟ إن شاء الله ما تطول، بس قد ما طولت حبيبتي أنت لازم تاخدي حقك. فعلا رح اخذه، واللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى، حقي ورح اخذه. وان شاء الله كمان اعطيه لجوزي ويكبهم هيك بالبحر وما رح اسمع منه شو بيقولوا لي عليه. شو كيف يعني انت مجنونه؟ لك ما قلتي لي جوزك نصاب، كيف بدك تعطيه المصاري؟ اذا عم ينصب على العالم ما رح ينصب عليكي. واذا شو اذا انت واذا واذا خلص مصاريي وانا حره، المهم اخذ حقي. هذا موضوع حبيبتي بتاخدي حقك إلك، بتصرفيه على حق كندرة، حق فستان، على مشوار، على طلعة بحر، على رفقاتك، أما مو تروحي تعطيه لجوزك النصاب. شو هالجنان هاد؟ أنا من وين الله بيبليني بكل وحدة مجنونة بهالمحل؟ خلص سويتي فهمنا. أعطيني سيجارة على الصبت ما ضل معي. لا ما في، أنت ما بتدخني. أعطيني سيجارة. ما في. أعطيني سيجارة. هلا حتطلعي تغني شلون يعني؟ معلش أعطيني سيجارة. لا أنا بدخن عنك خلص. المهم ماني بحاجتك، هلا بعت حدا من الشباب يبعث لي دخان. لا دخان ما في. شو اول مره يعني بدخن؟ شو بكي ما في.
الآن مع الراقصة المبدعة ميمي. ها قربت نمرتك. لك خلاص يا تطلعي سحبة بس سحبة. لا ها أعطيني سحبة. كله بيعصبني كله بيعصبني، ما بيعرفوا إنه أنا إخلاقي بنص مناخيري. يا شو عملنا لك ستسويتي؟ عم قلك لك أعطيني سحبة فورا ما بتعطيني. دخيلك دخيلك صاروا اثنين ها؟ شو هذا الدخان اللي عم تدخني؟ شو عرفني؟ هاتي اطلعي يلا لك اعطينا هلا نورتك. قومي بدي ثيابك، قومي اعملي مكياج. ما بدي انا خلصت، بدي انطرك ونروح. اعملي رتوش اعملي رتوش. لك ما بدي. ظبطي الكرسي واعملي رتوش بعدين فوتي بدي ثيابك. يلا بعطيك السيجاره والله هي حجة لتدخني اكثر. لا 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 مبلا. لك مشانك ما سمعتي. لك ما سمعتي اسمي؟ لا اسمك انت. لك قال مين الراقصة ميمي؟ انا اللي عم برقص. انا الراقصة ميمي وحقي رح اخذه على دوس بعرف. لك الله حيو. لكن ايه انت قبل هون وين كنتي تشتغلي؟ كم محل؟ شو بدي اتذكر لك محلات؟ لا اتذكر لك في محل اسمه ما تسكى. ليش هيك ذاكرتي ضعفه؟ معك زهايمر مبكر حبيبتي. لا ما بدي اعرف ما بدي اعرف. شغلتني قصه المصاري مو اكثر. ما تنشغلي حبيبتي خلص رح تاخذي حقك على دوز بارا ولا يهمك. بتعرفي محامي شاطر؟ ايه يقبرني ربك بعرفه. ايه خلص بحكي لك معه بكره. عن جد؟ تكتب ابشري. لا 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 انا كثير بحبك سويتي 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 سويتي. اخ دوختيني دوختيني وليه؟ لا صار معي ارتجاج بدماغ. لا روقينا يلا عملي المحامي شو بدنا؟ ولا شيء؟ ان شاء الله اخيرا عدقتي لي السيجارة. ايه صايرة كثير بتدخني، 3 سجاير صاروا. ايه معناتي خير. يلا وطلعي وصلتك انت مو انا. لك هلا قالوا الراقصة ميمي. لا يا حبيبي. لك قالوا الراقصة ميمي. خلاص فهمنا ما حاطلع انت انا اطلع. لك هي لك انت وصلتك قبلي ميمي. عنجد شبك انت مو مقلق؟ لك والله مو مقلق. ضيقة ولا تقلي لي نسي انا وين الباب. بتعرفي انا الباب تبع المسرح؟ بتعرفي انا الباب تبع المسرح؟ لا ما بتعرفي؟ لا ما عاد ركز بشي. تاخذيني انت توصليني. ليش نحن رفقات؟ خلاص لا تتنقصي لما بكون متضايقة ما عاد قاعدة بركز على شيء. قومي يلا. ليكو ما بدي اعذبك ليكو. قومي وصليني. لو بدي وصلك خاف اتفشكر بشي شغلة. قومي قومي يلا قومي لك. اوكي هيك اوكي بتجنني. دقيقة اعملي لك لفة قدامي لشوي. ها لفي لفي هيك. شلون؟ لفي لفة اعمل لك هيك؟ لا هيك. ايه لفي لي هيك لفة لحتى اشوف ال اكثر. ها حلو حلو لايك ات؟ يلا